عندهم أسطوري ثالث من جوتو قريبا في بوكيمون سليب، وفضيحة تكشف حقيقة المسرب لبوكيمون يونايت من الفيديو السابق، وعلى سعيد الآخر تسريبات جديدة لبوكيمون يونايت. كل ده والمزيد في حلقة جديدة من بوكيمون سنتر على قناة بوكيمونيان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بوكيمون سنتر على قناة بوكيمونيان. أنا بروفيسور بيبعم، وفي حلقات بوكيمون سنتر بنغطي أهم الأخبار اللي جت لنا في عالم البوكيمون. زي ما سمعتوا في أول الفيديو، طبعا إحنا نبقى بنركز النهاردة على بوكيمون سليب وبوكيمون يونايت، لان عندنا اخبار كتيره تهمكم، انا متاكد هتبقوا متحمسين لها. ولو انتم من الناس الجامده اللي بتكمل الفيديو للاخر، هيبقى في مفاجاه صغيره تخص بوكيمون يونايت، فتابعوا الفيديو ده لاخره. وقبل ما نكمله، طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان تفكوش اي حاجه محتوانا. بقى متشكر جدا لدعمكم، بتساعدونا نوصل لهدفنا 3000 مشترك. ويلا بينا نبدا اول وصلت اخبار معانا النهارده. نبدا كلامنا عن بوكيمون سليب، وزي ما انتم شايفين هيتم تحديث للعبه يوم 27/8 ان شاء الله، يعني قريب جدا قبل نهاية الشهر، لأن ده من خلاله هيتم إضافة بعض البيانات الجديدة. وزي ما انتوا شايفين حجم التحديث سواء لآي او اس أو أندرويد هيكون 600 ميجا بايت. التحديث ده طبعا هيبقى بيضيف الأسطوري الثالث من إقليم جوتو، وزي ما اتكلمنا في أول الفيديو ده هيكون سويكون، وهيوصل للعبة في بداية شهر سبتمبر. لسه مش محددين بالظبط إمتى، ولكن يعني نقدر نتوقع في أول أو تاني أسبوع من شهر سبتمبر إن شاء الله. بما إن سويكون بوكيمون مائي طبعا، فزي ما شفنا في الفعاليات السابقة لرايكو أنتي، المرة دي البوكيمونات المائية هتبقى ليها دور فعال ومهم جدا في انها تساعد سنورلاكس على ان هو يحصل على سنوز باور زيادة. البوكيمونات المائية اللي موجودة في اللعبة حاليا هم سكويرتل، وورتورتل، بلاستويز، سايدك، جولدك، سلوبوك، سلوبرو، فيبوريون، توتودايل، كروكنوف، راليجيتر، ووبر، كواكساير، سلوكينج، كواكسلي، وكواكسويل. وعلشان نقوي البوكيمونات المائية بتاعتنا قبل الحدث المهم او الفعالية المهمة دي، بوكيمون سليب هتعمل لنا ووتر تايب ويك او الاسبوع بتاع البوكيمونات المائيه في اللعبه. خلال فتره الاسبوع دي طبعا هيبقى في الميني كاندي بوست، ودي اللي هي بتخلي الكانديز او الحلوه بتاعت البوكيمونات بتبقى ليها تاثير اعلى من العادي، بس بشرط على اول 50 كاندي هتستخدمها في اليوم بتساعد البوكيمون هو يحصل على اكس بي اعلى من العادي. اسبوع البوكيمونات المائيه في بوكيمون سليب هيبدا يوم 19 اغسطس ويمتد لحد 26 اغسطس، وهيكون تأثيره على كل المناطق في اللعبة. بس تعالوا نشوف مع بعض ايه المكافآت اللي ممكن نحصل عليها في الفترة دي. كل الليلة هتلعبوا فيها بوكيمون سليب هيظهر لكم تاني يوم بوكيمون بالتأكيد جائع، زي ما هو مكتوب في السطر الاول. السطر التاني بيقول ان هيبقى في انماط للنوم جديدة لتظهر لكم في اللعبة، وتكون ممكن مختلفة حتى عن النمط الخاص بيك في كل ليلة. بعض البوكيمونات هتبقى بتظهر بشكل اعلى من العادي خلال الفترة دي، وزي ما اتفقنا السطر الاخير بيتكلم عن الميني كاندي بوست فانكشن. بالنسبة للبوكيمونات اللي هم كانوا بيتكلموا عنها اللي هتظهر بشكل مكثف، فإحنا لسه كنا ذاكرينهم من دقيقة فاتت، بس تعالوا نشوف كل منطقة هيبقى فيها أنهي بوكيمونات. بالنسبة لجرين جراس آيل هيبقى عندنا سكويرتل، وورتورتل، بلاستويز، سايدك، سلوبوك، سلوبرو، فيبوريون، توتودايل، كروكنو، فراليجيتر، ووبر، وكواكساير، هنتكلم عنهم كمان دقيقة، وكواكسلي. بالنسبة لسيان بيتش، وهي بالمناسبة المنطقة الساحلية في اللعبة، هيبقى عندنا سكويرتل، وورتورتل، بلاستويز، سايدك، جولدك، سلوبوك، سلوبرو، فيبوريون، توتودايل، كروكونو، فراليجيتر، ووبر، كواكساير، سلوكينج، كواكسلي، وكواكسويل. في توب هولو هيبقى عندكم ووبر وكواكساير بس، في سنو تاندرا هيبقى عندكم سايدك، سلوبوك، وسلوبرو بس، وفي لابيس ليك سايد هيبقى موجود سكويرتل، وورتورتل، بلاستويز، سايدك، سلوبوك، سلوبرو، كواكسلي، وكواكسويل. اظن باين جدا جدا انه الاختيار العقلاني لوقت الايفنت ده هيبقى ان احنا نعمل الابحاث بتاعتنا على سيان بيتش، لان هي بتقدم اكبر تشكيله من البوكيمونات تقدروا تقابلوها خلال الفتره دي. وزي ما انت شفت في الخبر اللي فات، كان اسامي ووبر وكواكساير موجودين كده مكتوبين بالخط البولد، وده لسبب كويس جدا، لان هم هيتم اضافتهم لاول مره في اللعبه يوم 19 اغسطس مع بدايه الاسبوع الخاص بالبوكيمونات المائيه في اللعبه. وبالنسبه لانماط النوم اللي ممكن تلاقوا فيها ووبر وكواكساير هي السلامبرينج. تعالوا نتكلم مع بعض عن بوكيمون يونايت. وزي ما قلت لكم اتفضح خلاص الليكر او المسرب اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الفيديو السابق، لان الشيكو ايفي اللي هو المسرب الموثوق اللي احنا دايما بنروح ناخد منه المصدر بتاعنا للتسريبات، بيقول
انه الصورة اللي احنا شفناها بتاعت كريساليا دي كانت اتعملت كطعم للناس اللي هم بياخدوا الاخبار ويعيدوا نشرها من غير اي بحث عن مصادر، او على الاقل ينسبوا الاخبار المسربة دي للناس اللي هي بتسربها. فكان التشيكو ايفي عمل الفكرة دي مع واحد صاحبه، وبالفعل الخطة نجحت واتفضح المسرب المزيف. ولكن المسربين الحقيقيين زي التشيكو ايفي عندهم كلام مختلف. هو كان قبل كده التشيكو ايفي بالفعل نشر صورة لأرم روج وبيسأل متابعيه على تويتر لو هم مستعدين ومتحمسين لبطولة كأس العالم لعام 2024، وبيقول خلال البث هيبقى فيه أخبار جامدة جدا. وزي ما انتوا شايفين حاطت الصورة الجيف أو اللي هي المتصورة المتحركة بتاعة أرم روج، طبعا معناه ان هو بيتكلم انه أرم روج جاي بالفعل لعبة بوكيمون يونايت. وبالمناسبة مش بس التشيكو إيفي اللي اتكلم عن أرم روج، كمان فيل يومس اللي هو كان قبل كده كشف لنا عن هوقو. فيل يومس بقى كمان عنده مفاجأة تانية يا جماعة غريبة جدا، انه السبورتر الجديد اللي جاي للعبة سايدك مش جولدك مش التطور بتاع سايدك، سايدك بنفسه جاي للعبة بوكيمون يونايت. وبيقول في اليومس انه حيتم الاعلان عن البوكيمون ده خلال بطولة كأس العالم 2024. طبعا في اليومس كان عمل فيديوهين مطولين جدا عن أرم روج وعن سايدك، وبيتكلم فيهم عن الهجمات بتاعتهم. فلو انتوا عايزين تشوفوا فيديو فيه التفاصيل بتاعت في اليومس اللي بيتكلم عنها مترجمة طبعا بالعربي، وكمان هبقى بقول فيها رأيي عن كل بوكيمون من دول، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتكتبوا لنا في التعليقات انكم عايزين تشوفوا الفيديو ده ضروري. لانه في اخر الفيديو بتاع فيل يومس برضو حصل كده حاجة تانية، يعني كده تيزر حاجة تشويقية تانية. فيل يومس زي ما انتم شايفين اهو بيشاور على صورة للبوكيمون التالت اللي هيتم الاعلان عنه في بطولة كأس العالم قريبا جدا ان شاء الله. الصورة توحي طبعا ببوكيمون يا اما من النوع الجوست تايب او نوع من الدارك تايب. لو انا هخمن جوست تايب بفكر في جيراتينا بصراحة، لان هو ده بوكيمون يقدر ينزل تحت الارض زي ما انتوا عارفين في الريفرس وورلد وياخد معاه بوكيمونات او يرجعهم تاني للعالم بتاعنا. الله اعلم، لو هفكر في بوكيمون تاني ممكن يبقى دارك راي لو هو دارك تايب، الله اعلم. بس انا حابب اسمع منكم في التعليقات انتوا نفسكم تشوفوا مين، او على الاقل تخمنكم البوكيمون اللي ممكن يكون في الصوره دي يبقى مين اللي جاي البوكيمون يونايت قريب. بما اني كنت سجلت الفيديو ده قبل الاخبار اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي، كانت طلعت التاريخ بتاع النهارده 14 اغسطس، وبالفعل تم التاكيد على مواعيد وصول البوكيمونات الاتيه للبابليك تيست سيرفر، او اللي هو السيرفر اللي الناس بتجرب عليه البوكيمونات. أرم روج في دور الاتاكر هيبقى يوم 22 اغسطس، دارك راي في دور السبيدستر هيبقى يوم 29 اغسطس، وسبورت سايدك هيوصل يوم 5 سبتمبر. فعلى الاقل لو انا بسجل الفيديو لما خمنت دارك راي مظبوطه. وزي ما وعدتكم في اول الفيديو، المكافاه الصغيره اللي انا هقدمها لكم انه تم الاعلان عن البلاتينوم امبلم اللي قدامكم على الشاشه دي، متاحه من النهارده لحد يوم 19 اغسطس بس. تدخلوا تحصلوا على بلاتينوم امبلم لجانجار لو استخدمتوا الكيفت كود WCS2024 اللي مكتوب قدامكم على الشاشة. ومرة تانية لو انتم عايزين تشوفوا فيديو فيه التفاصيل الخاصة بسايدك وأرم روج، وممكن يكون على الوقت ما تقولولي يا بروف اعمل الفيديو ده، تبقى طلعت التفاصيل بتاعت البوكيمون التالت اللي احنا مستنيين التسريبات عنه. فاستنى تعليقاتكم، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بمشاهدة حلقة النهاردة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم في حلقة جديدة قريب جدا على قناة بوكيمونيان. انا كنت بروفيسور بيبعم، واقول لكم سلام.